الخير، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من صباحية دزام. اليوم فقرة أمومة، ضيفتي هي السيدة مريم بيسا، مؤسسة أول ويب تي في مغربي خاص بالأم والطفل. تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل. مرحبا بكم معنا. شوفوا بيكنيك او نزهه صيفيه، فاليوم في فقره حميه للا ماريا بن جلن غتقدم لنا بعض الوصفات الاطباق الصحيه واللذيذه، طبعا تجمع ما بين الحميه واللذه. معنا اليوم كذلك هند الدساوي، تذكروا معنا فقره جديده هي فقره لاباتيسخي او الحلويات، اللي ما تقدم لنا ان كيك بالفواكه الجافه. معنا الدكتوره لونا بوحولي، فقره بيني وبينك. صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير عليكم. اليوم غنشوفوا كيفاش نتواصلوا من وراء الكمامه. برافو عليك. ترقبوا فقرة الديكور مع صوفيا الجامعي، اللي هي خصتها لتزيين الجدران ديال البيت. أما ليلة شوي فهي عدنا على الفنان الشاب جمال الزياتي. الكل بعد فقرة أمومة وضيفتي للا مريم بيسا. مرحبا بك لالا مريم. الله يبارك فيك. ميرسي سميره. كل شيء في امان الله. صباح الحمد لله. ميرسي بوكو. واحد الوقيته في الحياه ديالنا انا وياك تلاقينا، لان واحد الوقيته لقينا ما كاينينش اجوبه للاسئله ديالنا فيما يخص الامومه، فيما يخص الام الحامل، الطفل الرضيع. فقلنا علاش مواقع التواصل وعلاش الاعلام المغربي ما مخصصش شي حاجه لهذا الشيء، هذا الشيء اللي فكرتي فيه حتى انت كلالا مريم. اكزاكتومون. الوغ القصه ديال كوكون بوان ما، اللي هي في الاول كانت كوكون تي في، ما بداتش بشي حاجه اون فادير بوزيتيف، بدات مالوغوزمون بون هيستوار كي ان بو سلبيه. هي كانت كنت يلاه ولدت في 2016 بني بنتي الاولى ميا، ومرضات وجلست في الانعاش واحد الفتره اللي شويه اثرت عليا، وبديت نتساءل تنقول علاش ما شفتش يعني لمتي راسك. وي لمتي راسي، وتنقول علاش ما شفتش المرض جاي وعندي سورتو في العائله الام ديالي طبيبه، الام ديال حماتي حتى هي طبيبه، وتنقول علاش ما شفتش داك الشيء. دونك بديت تنقلب وتنقرا وتنشوف بلا في المغرب ما كاين حتى حاجه اللي تتعطي نصائح للام المغربيه. هذاك الشيء علاش كاينه فقره امومه، وهذا هو السبب ديال فقره امومه في صباحيه دوزام. دونك هذاك الشيء علاش قلت لك تلاقينا في واحد الوقت معين. طبعا. دونك فكرتي في ان ويب تي في. اكزاكتومون. في الاول ديال الانترنت، يمكن في الاول ديال لي ريزو سوسيو، لا 2016 سيتي با فريمون في الاول، مي سا فوزي اوسي بارتي دو مون ميتي، ستادير كو انا خدمتي هي الماركتينغ والديجيتال، ودونك بديت نفكر كيفاش نقدر نوصل النصائح للام المغربيه بطريقه سهله وديريكت اون فادير. ودونك بديت نفكر في دي بتيت فيديو درنا تقريبا في واحد ربع شهور، درنا تقريبا شي 300 كابسول فيديو مع دي ميدسا اللي داروهم دو فاسون فريمون تري بينيفول، فابور ما طلبوا حتى حاجه، جينيكولوج، ديرماتولوج، بيدياتر، جميع تخصصات اسمح لي. وبدينا تندوزهم فيسبوك، يلا بدينا تندوزهم وتنشوفوا داك الشيء غادي بوحدو، ستادير فيسبوك ويوتيوب كاين خصائص، وكان طلب والناس يطلبوا. كانوا عندنا في لي فيديو تقريبا ما بين 600 وحتى 1000 كومونتير، الناس يطلبوا خاصهم المعلومه، خاصهم المعلومه، وتحتاج يطرحوا اسئله. ومن بعد بدينا تنديروا دي لايف باش لي ميدسا يقدروا يجاوبوا، وبشويه بشويه بدينا تنكبروا وبداو تي تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. اذا في رايك انه كان خصاص، تنظن بان مع كل البرامج يعني لي كابسول اللي تيدوزوا في مواقع التواصل الاجتماعي باقي كاين خصاص، لان المعلومه خاصها توصل لكل مراه مغربيه وكل اب مغربي فين ما كان. اكيد لالا مريم، قبل ما تبداي هذا المشروع ديالك، المشروع النبيل تري نوبل، اكيد درتي واحد الدراسه ميدانيه باش تعرفي شنو هو هذا الخصاص ونوعيه الخصاص وشنو خاص الاسر المغربيه يعرفوا. شنو الملاحظ، شنو بان لك اللي خاصو يوصل لكل بيت وكل منزل مغربي؟ الوغ فاش درنا الدراسة ديالنا بانوا لنا بزاف ديال الحوايج اللي كانت خصنا نمشيو ليهم. أولا بأن لغة غنتكلموا مع هاد الناس، وشنو هي اللغة اللي غيفهمها الجميع وجميع الأمهات
كونكريتمون سيتي اللغه العربيه الدارجه ديالنا هي اللي غتوصل لكل شيء. ثانيا فين غندوزوا هاد لي فيديو؟ واش فيسبوك؟ واش في يوتيوب؟ واش في اين ساعه؟ في اين نهار؟ في اين يوم؟ وبدينا تنشوفوا فوقاش الناس اللي مكونيكتين عندنا في المغرب في المواصل الاجتماعيه اوقات الذروه اكزاكتومون وتنشوفوا بلا عندنا في فيسبوك واحد جوج المرات في السيمانه عندنا 17 مليون ديال المغاربه اللي مكونيكتين في فيسبوك في الشهر تقريبا 17 مليون ديال المغاربه. داك 17 مليون فيهم تقريبا نص فيهم نساء وتقريبا 3 المليون ديال هاد النساء اما امهات عاد ولدوا اما غادي يولدوا. دوك 3 المليون كل عام اون فادير في المغرب وهذوك 3 المليون هما اللي كان خصنا نقيسوهم بالميساج ديالنا. دونك درنا فيسبوك ودرنا اليوتيوب وشنو لاحظنا في الاول بدينا تنمشيو فريمون تدريجيا باش نشوفوا شنو هما لي غوتور باش عاد حنايا نديروا استراتيجيه ديالنا. اللي بان في الاول هي بيان سور اللغه الاوقات الناس خاصهم بزاف ديال المعلومات على وليداتهم ما تيعرفوش شنو يديروا وتيقول لك انا غنمشي شي مرات للطبيب بعيد عليا ديسبونسير ولا هادشي مازال شويه. الخايب هي انهم بعد خطا تيديروا البديل والبديل اللي ماشي تيكونش ضروري مزيان تيمشيو اما التداوي بالاعشاب او لا انا تنسميهم الاسطورات. كيفاش؟ ليميت سيتادير كو فاش تنشوف وكانوا بزاف ديال الناس يطرحوا لنا اسئله تيقول لنا واش ممكن لي ندير له الدواء ديالنا. الدواء ديالنا كله يتمشى ولكن من الاحسن نمشيو عند الريشه مثلا ولا فوالا من الاحسن نمشيو عند الطبيب ومن الاحسن نسمعوا النصائح ديال الطبيب حيت هو قاري تقريبا شي 10 سنين هو تيقرا وكثر باش يعرف ذاك المعلومات وباش توصلنا واحد النصائح. اذا من الاحسن نتبعوا شي واحد اللي هو قاري. واخا كانوا عندكم ديزابوني يعني بداو تيتبعوكم الناس؟ وي 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 بيان سور. الوغ عندنا تقريبا دابا شي 400,000 واحد تيتبعنا في لاباج فيسبوك وتقريبا واحد 200,000 في القناه ديالنا في يوتيوب. واخا يعني كنظره عامه واجماليه انت كأم دابا عندك جوج بنيتات ما شاء الله تتشوفي بان في الساحه ديال الاعلام والساحه ديال لي ريزو سوسيو كاينه المعلومه واجده بما فيه الكفايه وتتوصل لعند النساء؟ الوغ شنو وقع في 2016 فاش حنايا اون لونسي لاشين كوكون تي في جاو عندنا بزاف ديال لي مارك اللي بغاو يخدموا معانا وخدمنا مع شي وحدين ومن بعد شي واحد اخرين قالوا حنايا غنديروا ويب تي في ديالنا ديال المعلومات. دونك بحال اللي عطيناهم توب ديبا سيتي اون نوفيل لونسي ديال بزاف ديال لي مارك اللي على المعلومات باردون على لي ريزو سوسيو سي تو ميو فوالا اكزاكتومون. بداو حتى هما دونك اوجوردي لانفورماسيون الحمد لله كاينه تيبقى غير واحد المشكل فيسبوك ماشي فابور ويوتيوب ماشي فابور سيتيزيغ كو ولا بد خص لا بيرسون اللي غادير داك لو كونتوني ديالها لا فيديو فيسبوك ولا في يوتيوب خصها دير لها تنسميوه سبونسورينغ باش يلاه يشوفوه بزاف ديال الناس. واخا حنا دابا غادي نجيو للجهه ديال المشاهدين المواطنين والمواطنات اللي محتاجين لهاد المعلومه. دابا في ظل هاد الكثره ديال مواقع التواصل الاجتماعي اللي تتهتم بالامومه كيفاش شنو هي نصيحتك لهاد السيده الام او المقبله على الولاده كيفاش تختار الموقع اللي كريديبل اللي تقدر تاخذ من عنده المعلومه الصحيحه لان هذا سيبقى انترنت. انا تنقول الموقع الاول هو الطبيب سا سي سور اي سيغتان حيت ما عمر شي موقع غياخذ بلاصه ديال الطبيب. حنا شحال من مره شي امهات تيحطوا لنا اسئله وتنقولوا لهم هذا السؤال ما غنقدروش نجاوب حيت ما يمكنناش نديروا الدياغنوستيك ديال الطبيب في خاصو يشوف خاصو يقلب فوالا. دونك فاش تنقدروا نجاوبوهم تنجاوبوهم سينو تنقولوا لهم يمشيو عند الطبيب. الوغ سي فغي كاين بزاف ديال المواقع الاجتماعيه كاين حنايا كاين باردون كاين بزاف ديال المواقع في انترنت كاين حنايا كاين واحد لوتر سيت وكاين واحد لاشين تي في تدوز عند الاطباء في قلب لي كابيني ديالهم. هادشي كامل خصو يتخاد بواحد بحذر فوالا بحذر حيت
سي فري كو حنا عندنا واحد ليكيب ديال الاطباء اللي تيقراو و تيشوفوا لي فيديو قبل ما يدوزوا في الموقع ديالنا تاكدوا من المعلومه تتاكدوا من المعلومه ولكن ولا بد الكلمه الاخرى تتبقى للطبيب وطبعا الاطباء دائما كانوا تنظن بان السيدات والساده المغاربه محتاجين لكل ما هو باراميديكال كذلك لان كاين مجموعه من العادات والتقاليد اللي متوارثه وماشي كلها بالضروره تتكون مفيده للابناء ديالنا ولا للصحه ديالنا فلهذا كاينين انتم كاين برنامج صباحية دوزام فقرة أمومة اللي لو بلوس بوتيت معكم لأن ماشي كل شيء في الجبل ولا في القرى عندهم الانترنت الحمد لله احنا بالتلفازة سنقدروا نعاونكم حتى حنايا باش نوصلوا المعلومة ونتمنى بأن المعلومة توصل لكل الأمهات والآباء في كل أماكن في المملكة المغربية نتمنى يكونوا كثير من لالا مريم بيسا اللي تيفكروا السيدات الأخريات الحوامي الأخريات الأمهات الأخريات باش نشاركوا جميع المعلومه باش ما يوقعوش حويجات بساط يعني السبب ديالهم تيكون بسيط وتتمشي ضحيته الام ولا الابن ديالها والبنت ديالها تنشكرك بزاف لاله مريم بيسا على تلبيه الدعوه الصباحيه الدوزام والى الملتقى ان شاء الله ان شاء الله شكرا بقى معنا مشاهدينا غنمشيو اللحظه عند صوفيا جمعيه وفقره الديكور صباح النور سميرة صباح النور مشاهدينا الكرام فبحال اللي شفتوا معنا حنا دائما كنجيوكم بالجديد فاليوم والحلقه ديالنا غادي نحاولوا نخصصوها وتكون تتمه ديال الحلقه الاولى وغادي ندويو على توسكي غوفيتمون مورال ولا ابياج مورال واللي هو دابا صباح دارج على الموضه بزاف ديال السيدات ولا بزاف ديال الناس اللي هما كيبغيو يزينوا من قلب البيت ديالهم يعني بلا ما يدخلوا المعلم فهذه يمكننا نديروها ويعني نمشيو حنا ونتقداو السلعه ديالنا ولا نتقداو لاكسيسوار اللي هو الشهوه ديالنا فيه ونجيو ولكن اكونديسيون خصنا نعرفوا كل حاجه فين يمكننا نديروها فهنا حاولت نجيب واحد لو بوتي ميلونج ديال لي زاكسيسوار اللي يمكن لي نوضح لكم كل حاجه فين يمكن لي نديرها وتجيني في بلاصتها وفي نفس الوقت كتزين لي من المحل ديالي لانه بعد نوبات كيكون عندي ان كانابي ولا ان كوان سالا مونجي ولا ان سالون ماروكان كنحل يعني ما كنعرفش واش نخدم ببابي بان واش نخدم بلي طابلو واش بلي ميغوار فانا غنقول لكم يمكن لكم تخدموا بدي ماتيريو اللي هما جداد واللي هما بحال اختكم تري توندونس وفي نفس الوقت في الثمن ديالهم كيكونوا جد مناسب كيكون ثمن جد مناسب وكيخلينا على اننا كل نوبه نزينوا ولا نزيدوا نشكلوا من قلب البيوت ديالنا فبحال اللي كتشوفوا معنا فلا كولور دوغي ولا برونز ولا ارجنتي هي صبحات دارجه بزاف 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 على الموضه فبحال اللي كتشوفوا معايا فانا عندي هاد الوريقات هادو واللي هما مصوبين يعني غير بالميتال الميتال رقيق بزاف واللي هو كيتصوب بلوتو اوسي سور ميزور واللي يمكن الحداد ديالكم يصوب لكم الشكل ولا النوع اللي نتوما يعني ماشي شهوتكم فيه ولكن بيرسوناليزي على حسب الشكل اللي عندكم يعني في لومبيونس ديال البلاصه اللي غادي نصوبوها فبحال اللي كتشوفوا معايا انا هاد الوريقات هادو فهما كيتخدموا على هذا الشكل هذا كنخدموهم كنضبطهم وكنعلقوهم الا شفتوا معايا هنايا راه عندهم هاد الدرجه هذه اللي باش كنعلقوهم فهاد الشكل هذا ديال هاد الوريقات هادو فهما كيمكننا حتى هما نخدموهم كوم ابياج مورال واللي كنخدموهم على هاد الشكل هذا يعني كنعلقوهم على هاد الشكل هذا كيجيو يعني وحيده قدام وحيده وكنديروهم يعني يمكن لهم يتخدموا فوق ان كوان اوروبي كيف كيمكن لهم يكونوا على هذا الشكل هذا فكاين بزاف بزاف ديال الاشكال بحال اللي قلت لكم اللي هما بيرسوناليزي وكيمكننا نخدموا بهم وكيمكننا نزينوا بهم يعني فوق هذا لو كانابي ديالنا ولا كاين بزاف ديال الناس اللي كيتسائلوا كيكون عندهم ان كولوار كيجي بالطول وكيقول لك ما عرفتش واش نابيه واش ندير له مرايه واش ندير له ان غوفيتمون بالعود فانا دائما كنهرب من هذوك لي زابياج العود قلب الكولوار لان ديجا لو كولوار كيكون طويل وكيكون يعني كيكون اغلبيه الوقت مظلم فمن الاحسن نديروا له على هاد الشكيلات هذا نمشيو عند الحداد ديالنا ولا على شلار كيتباعوا في محلات تجاريه فكيمكن لي نديكوريه على هاد الشكل هكا يعني نمشي على واحد ثلاثه الشكيلات اللي وحده كبر من وحده كبر من وحده ونحاول نستفوهم على طول يعني الكولوار ونلبسوهم على هذا الشكل هذا بالنسبه لهاد لي زابياج هادو كنظن على انكم غتكونوا شتيوهم بزاف من المحلات التجاريه اللي هما هاد الشكل هذا اللي بحال الشميشه فانا دائما كيعجبني انني نخدم ب يعني اون ديكوراسيون اللي كتكون سور دو نيفو كتكون ايدنتيك يعني غير الحجم ديالها كيكون مختلف لانه ملي كنحطوا شي حاجه ريبيتيتيف يعني دي فورم جيومتريك ولا دي فورم دو بلو غران او بلو بوتي فلابياج كيجي زوين وكيجي الشكل ديال الحيط كيعطي حسن وبزاف فبحال هاد لي زابياج هادو اللي بحال الشميشه فكيف كيمكن لي نخدمهم
يعني في صالون مغربي. غير ملي كنقول صالون مغربي ما يكونش مغربي يعني تيبيك، فمن الاحسن يكون مغربي رومي، رومي بزاف يعني يكون بلا تابيسخي ولا بان بوتي سوك اللي كيكون لتحت، فكيمكن لي نجي لهذاك الحيط. يعني كاين الناس اللي هما ما كيرتاحوش للمرايه، فكيمكن لي نعوض المرايه نعوضها بهاد الشميشات هادو، ولكن ماشي جوج بحال دابا كيمكن لي نمشي حتى لخمسه ولا سته ديال لي بياس يعني مختلفين كنطابيسي بهم هذاك لو مور ديالي كامل. فكاين عاوتاني كاينين لي فيغورين، فانا حاولت نجيب غير هاد لو بابيون هذا، ولا جيتو تلاحظوا عندي بزاف 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 ديال لي موديل اللي هما اون ميتال، لانه لو ميتال دابا هو دارج بزاف على الموضه، وكنا هضرنا عليه بزاف ديال الحلقات اللي فاتوا في لا كونسول في لا شيز في يعني في البيبلو ديكوراتيف. فاللي عنده حداد حريفي وزوين، فبحال اللي كتعرفوا كاملين فالحريفيه المغربيين تبارك الله ديالنا تبارك الله غنيين عندنا على زعما غنيين على اننا نشكرهم، لانه تبارك الله عندهم يد عاملة زويونة وكيخرجوا لنا شكيلات زوينين. يسوفي تعطوهم غير الموديل وكيخرجوا لكم يعني شكيلات اللي يمكن ما تلقاوهمش كاع كيدوروا في السوق. فبحال اللي كتشوفوا معايا انا هاد لو بابيون هذا كنت شريته وبديت كنصوب عليه، يعني صوبت عليه عند الحداد يعني يد مغربيه 100% صوبت لي بحال هاد لي بابيون هادو بيان سور بلي فورم، لانه ملي كتعطي للحداد يخدم لك واحد الحاجه فخصو يصوب لو غاباري، وعلى هذاك لو غاباري كيبدا يخدم لك هذاك الشكيل فوق ما تعيط له في التليفون يعني يقدر يصوبو لك. فهاد لو بابيون هذا فحتى هو كيمكن لي نخدمو في لو كوين سالا مونجي، كيف يمكن لو كون يعني بابيون ولا دوطخ فيغورين اللي يمكن نخدمو بهم على حسب لو تيم اللي عندنا قلب الدار. فلو كوين سالا مونجي يمكن لي ندير له جولي بابي بان، غير لو بابي بان دو بريفيرونس على انه يكون نوتخ، لانه ملي غنخدموا دي زوبجي ولا دي بيبلو ديكوراتيف لي بور ابي ان كوان من الاحسن لو بابي بان اللي غيكون من اللور ما يكونش اون غولييف، يعني ما يكونش فيه الزواق، من الاحسن يكون نوتخ، حتى الا كان فيه الزواق يكون طون سور طون، باش الا حطيت عليه دي تروك بحال هكا اون ميتال وترونسبارون من الاحسن يعني يبان لو بابي بان ويبان لو موديل ديال حنا شنو دايرين. فملي غتحط ان ابياج بحال هذا يعني تشوفا تابيسي اوسي لو مور بواحد اربعه ولا خمسه ديال الشكيلات غادي يعطيني منظر زوين بزاف، وفي نفس الوقت يعني ماشي شي حاجه اللي فين ما مشينا كنلقاوها. كاين عاوتاني ناس اللي كيبغيو يديكوريو يعني بالمرايا بلي كادغ فوتو يعني باش يعني بلا ماتيير اللي بحال دابا بحال اللي كتشوفوا معايا فلو ميغوار. كاينين سيدات اللي هما كيعشقوا لو ميغوار كيعجبهم يعني من فين ما داروا كيلقاوه وكيشوفوه، فانا حاولت يعني ندخل على هذا لو ميغوار الجديد اللي هو هاد لابلوم، كيف كيمكن له يكون لابلوم، كيف كيمكن له يكون عقيق، كيف كيمكن لو يكون دي كوكياج، يعني كل واحد ولو تيم ديال قلب الدار ديالو، لان الدار ديال البحر ماشي هي الدار ديال المدينه، يعني كنحاولوا نمشيو على حساب لو تيم. فاوسي هاد لو ميغوار كيمكن لي نخدمو يعني سور مزور، يعني كيف يمكن لي نديرو كوم ابياج مورال بوغ اون تيت دو لي اللي هي دابا ولات لابياج دو لي ولا لو ريفيتمون مورال ديال اون شامبر بارونتال كيكون دابا هو الدارج بزاف على الموضه، كيف يمكن لي نخدمو على هاد الشكل هكا، كيف يمكن لي نخدم انا ابياج بالريش وفي السقف ديال لا شامبر اللي نخدم يعني بلو ميغوار. غير هو لو ميغوار حنا ما يمكنناش نبقاو غير في هذا اللون، يعني عندنا لوينات كثار وبزاف، لان الميغوار دابا ولا لو ميغوار في ماشي ولا ولكن هو كان غير هو ولا دابا دارج بلوس على الموضه، ولا الناس كيزعموا يديروه على قبل بحال لو ميغوار فيي لو ميغوار برونز لو ميغوار جولد، هادو كلهم مرايات واللي هما فيهم اللوينات اللي كيتواتاو مع قلب الدار ديالنا. كاين دوطخ جون اللي كيبغيو يابييو باغ اكزومبل بلي كادر لي كادر فوتو، حتى هما صافي بارتي دي زابياج ميغو، لانه بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا هذا سي ان كادر اللي حتى هو دار بلا بلوم، واللي حتى هو يمكن لي نخدمو سور دو، يعني يمكن لي نخدم ان كادر اون بلون اي ان كادر اون نوار، لان يغولي بيناتهم هاد لو دوغي هذا اللي كاين، لانه بحال اللي كنقولوا الدوغي الي توجور توندونس. عندنا مرويات يعني بحال هكا اللي كيمكن لي حتى هما نديرهم في صالون مغربي، اللي كيمكن لنا نخدموهم بحال اللي قلت لكم بلي نيفو، انا الا جيتي ودخلتي وشفتي وعندي دائما كنخدم يعني بالحاجه ريبيتيتيف من الكبير حتى للصغير، لانه بور موا سا دون ان ريزولتا بلو جولي. وخلينا بحال اللي كنقولوا ختامه مسك، فبحال هكا كاينين الناس اللي هما مع هاد لو كونفينمون كانوا خدموا داروا يعني اعمال يدويه ولا دي زوفغ دار اللي هما كيخدموهم غير من قلب البيوت ديالهم. فاليوم سميرة البلوي فهي عطاتنا يعني ابتكرت لنا كلكو طابلو اللي هما من صنع الايدي ديالها، وبحال اللي كتعرفوا فهي فنانه في عن خفاء، فهي اللي صوبت لي هاد لي طابلو هادو، واللي حتى هما يعني اقترحت على اننا ندوزوهم ونوريو بانه حتى لي طابلو حتى هما في حداتهم كيمكننا اننا نخدموا شي حويجات اللي هما مزيونين وصغيورين، ولكن الا كانوا عاوتاني ثلاثه واربعه ديال لي طابلو فسا ابي اون بو لي ميتر في ان كوان اوروبيان، كيف كيمكننا
نخدموهم بوغ اون سالا مونجي، وعلاش لا في بيوت الوليدات ديالنا باش نخليهم ذكرى. فبحال اللي كتشوفوا عندي هاد الشكيل هذا اللي هو خدمته لي على جوج ديال لي طابلو، واللي هي حاولت تخدم سوغ دي كادغ افيك اون ترونسبارونس افيك ان جولي جولي كادغ اللي كنشوف زعما بانه رومي وفين ما حطيناه كيتماشى. وفوالا دونك كنتمنى ان هاد الحلقه ديالنا تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه مقبله، وصباحكم مبروك. اللحظة مشاهدينا غنوصلوا حلقة اليوم من صباحية دزام مع فقرة بيني وبينك. اليوم فقرة مهمة بزاف، علاش؟ لأنها تتحدث على موضوع الساعة، ما كاينش اللي ما عندوش كمامة دابا. غير لاحظنا في الآونة الأخيرة بأن الناس بالكمامة ولا صعيب التواصل معهم. لاحظنا كذلك بأن احنا فاش نتواصلوا ماشي غير الصوت اللي تيسمع لينا، بل كذلك ما يسمى باللبسين، يعني احنا تنشوفوا حتى الحركة ديال الفم ديالنا، وبالتالي فاش تحرمنا منها ما بقيناش نسمعوا مزيان. فما هي يا ترى السبل او الطرق باش نتواصلوا بلا ما نحيدوا الكمامه؟ تماما، اكيد اكيد. سميره صباح الخير عليكم. كنعاود ناكد، لا بد نستمروا في ارتداء الكمامه. الجائحه ديال كورونا علينا جميع، الا تعاوننا جميع وانتبهنا لارتداء الكمامه غادي نتعاونوا ان شاء الله باش نحاربوها باذن الله. وتنذكروا بان حنايا هنا في بلاطو صباحيه الدوزيام واخدين كل معايير الوقايه والسلامه. راه قبل ما دخلنا البلاطو تعقم البلاطو، دايرين المسافه ديال الامان، وثقوا بيا راه ما تيدخل البلاطو حتى الواحد تيتقلب، وما تنخرج منه حتى تنديروا الكمامه ديالنا معنا. فحنا هذا الموضوع اللي غادي نديروه اليوم، علاش؟ لانه من بعد رفع الحجر الصحي استمرينا الحمد لله، رجعت الحياه نسبيا طبيعيه، ولكن التزامنا بارتداء الكمامه هو سلوك اللي هو جديد علينا بصفه عامه. ما كانش عندنا هذا السلوك هذا او هذا التصرف هذا، فتفاجئنا بشي امور اللي ما تستعديناش ليها تماما، كاين اللي ما تقبلهاش. بزاف الناس ما قدروش يتقبلوها، ما قدروش يتواصلوا بيناتهم، كاين اللي كيحس براسو بحال ما بقاش كيسمع مزيان. فهاد الشيء ناتج على انه التصور ديالنا ديال التواصل بيناتنا كان بشكل معين، وتبدل دابا مع ارتداء الكمامه. فملي تنكونوا صغيورين، ملي تيكون البيبي باقي صغيور، الرضيع باقي صغيور، تيتربى على لغتين، لغه الكلام من واحد السن معين، ولكن قبل من لغه الكلام كاين لغه لا كلام لو نون فيربال اللي فيه بزاف ديال الامور، اللي فيه الشوفه، النظره، لو ريغار. وعلى فكره لو ريغار تيبدا قبل من تعابير الوجه. باحث الماني بيتر وولف ثبت بانه من 28 يوم ديال الرضيع تيتعرف على الشوفه فقط، كيتبع الشوفه، مازال من بعد كيبدا يتبع التعابير، كيشوف الابتسامه، كيشوف بعض الامور اخرى، ولكن الشوفه مهمه. الشوفه عند الانسان مساله اللي كتربط واحد الرابط ما بين الشخص والشخص اللي قدامه. فمع السن تعلمنا اننا نمزجوا ما بين طريقتين ديال التواصل، الطريقه الكلاميه والطريقه اللا كلاميه، بلا ما نحسوا بروسنا. ولكن ملي كنتحطوا في موقف معين اللي تيكون فيه هاد الطريقتين متناقضتين، نعطيك مثال لا سميره. مثلا نقدروا نقولوا مثلا واحد المحتوى ايجابي ونعبر عليه بطريقه سلبيه. مثلا ما غادي نغوبش ونقول مرحبا بك، فشنو غادي تاخذي كرساله؟ ما تسيق وجهك، ما تسيقش كلامك، ما تسيقش الكلمه بطبيعه الحال. فاذا هذا المزج، الدماغ تعود على انه يدير واحد يديشيفري، يدير واحد الترجمه، الفرز ديال السلوك وديال النظره قبل ما يفرز المحتوى ديال الكلمه. فاذا اليوم اللي حنايا لا بد نرتديو الكمامه، خصنا نكونوا واعيين بهذه الامور هذه. فاذا كما قلت لك كاين التواصل الكلامي والتواصل لا كلامي اللي خصنا نردوا له البال بزاف. فمن يعني النصائح اللي غادي نحاولوا نركزوا عليهم، فانه الشوفه حاليا ملي كنرتديو الكمامه، قبل ما كناش كنركزوا في الشوفه، فاش تنشوفوا في بعضياتنا مثلا نقدروا النظره ديالي تمشي لواحد المناطق اخرى، يمكن تمشي للفم، يمكن تمشي للنيف، يمكن تمشي للشعر، يمكن تمشي لشي امور اخرى. ملي كنحبس وكندير غير الشوفه بوحديتها، هنا تنولي عارفه فين تتشوفي دابا. تماما. اذا هنا خصنا نحاولوا نردوا البال ونكونوا تريز اتنتيف، منتبهين بزاف للنظره ديال الشخص اللي قدامنا، باش ندوزوا له الرساله بشكل واضح.
ما نكتفيوش باننا نقولوا مثلا كلمه وحنا ما كنركزوش في الشوفه. ف اليوم كناكد على هذا المعنى هذا، اننا مع ارتداء الكمامه ننتبهوا للشوفه للشخص اللي قدامي، ملي نبغي نتوجه ليه، ملي نبغي نسلم عليه، ملي نبغي نسلم عليه بالكلام بطبيعه الحال، ملي نبغي نقول له واحد المعنى معين لابد نركز في الشوفه ديالو. فكرتيني في واحد لا سيتوياسيون تتوقع بزاف الناس، هي انهم تيولفوا نظر ضد الشمس وبالتالي تياخذوا حريتهم في النظر مع الناس، وفاش تيحيدوهم تينساو، دونك تيبقاو واخدين هذيك حريتهم. حتى هي بتاتخ هذه عندها علاقه حتى هي لان تضرق الشوفه ديالك. والشوفه عند الانسان مهمه بزاف، راه النظره هي مراه ديال الداخل ديالنا وشنو بغى يقول الانسان من خلال النظره ديالو. الوغ ما كاينش غير الشوفه، كاين عده امور، منها تعابير الوجه اللي جات فوق العين او من العين الفوق. لاحظ معايا، مع ارتدائي الكمامه نقدر نبتسم، الا ابتسم شنو غادي يوقع؟ هاد التكمش العيني اللي تيكون هنا للاسف بعض الناس تيبغيو يحيدوه بغاو يحيدوه، راه مهم بزاف التعبير. وي سي فري، شي واحد دير البوتوكس يبقى دائما راه مهم انني الا شفت واحد الشخص ونطقت وتكلمت معاه بمعنى معين، الحمد لله ما دايرهاش هاد العيانات الحمد لله، اللهم لك الحمد على اللي اسمه الله سبحانه وتعالى. دوك ملي غنتكلم معاك انا سميره، غنشوف فيك بواحد الشوفه اللي حنينه واللي هي رطبه واللي هي غتوصل لعندك، ولو نكون مدرقه الثلثين ديال الوجه ديالي من غير العينين هنايا، هاد التكماش اللي غير ديال هنا. كاين لي سورسي ملي كندير هكا او كندير هكذا، مثلا الطفل الصغير، الطفل الصغير كيفاش كيتواصل معنا ملي كيبغي يدير مثلا شي بيتيز، غيبغي يقيس شي حاجه سخونه مثلا، غيدور وجهه جهه الام ديالو ولا الاب ديالو ولا الشخص اللي قدامه، ما غاديش يتسنى حتى ينطق ولا يقول له شي حاجه، غيشوف التعبير ديال وجهه واش دار فيه هكا ولا دار فيه هكا. ملي غادي نغوبش فيه غادي يجمع يديه. اذا هنا دوزت له واحد الميساج عبر هاد التكميشه اللي درت فوق العين ديالي. فاذا التعابير اللي جات هنا على العين على الشوفه هي مهمه بزاف، ومهم اننا نركزوا فيها دابا مع ارتدائنا للكمامه. دابا دوينا على لو نون فيربال اللي اكدت فيه على الشوفه وعلى كل ما هو مع الشوفه. وطبعا دكتوره متفقين بان ماشي غير العينين او لا النظره ديال العين اللي تتمكننا من التواصل مع بعضياتنا. اكيد سميره، كاين الحركه والحركه ديال اليدين والوقفه ديال الانسان، حتى الوقفه ديال الانسان مهمه. كاين بعض الناس اللي كتلقاهم كيحركوا يديهم بزاف، منهم انا فهاد الحركه كتكمل المعنى ديال الرساله. يعني مثلا غادي يكون بالكمامه ديالي غنتلاقى مع شخص معين، غندير له السلام عليكم مثلا، غنديرها بحال هكذا، غنقدر نوصل واحد المعنى معين بالحركه اللي تنديرها. وكاين من غير التواصل او طرق التواصل اللا كلامي، كاين التواصل الكلامي ولكن ماشي فقط بالمعنى بل بطريقه الكلام. ف لاحظي معايا سميره بانني من قبيله وانا تندوي شويه ببطء وديرها شويه اكسبري باش نوصل المعنى، اننا من مور الكمامه خصنا ناخذ وقتنا باش ندويو بشويه بشويه، ماشي نفرزوا الكلام، ماشي نهبطوا من المستوى ديال الفوليوم ديال الصوت، لا يمكن كاع نزيدوا فيه شي شويه، خصوصا ملي يكونوا مع بعض الناس المسنين اللي تكون شويه السمع ديالهم ناقص، يمكن نزيدوا في الصوت ديال الكلام بلا ما يكون النبره قاسحه او حاده، ولكن خاصها تكون ثقيله بطيئه وثقيله باش نوصل المعنى بالشكل اللي غادي يسمعني الشخص الاخر. خصني نمشي ببطء، نخرج مخارج الحروف بشويه عليا، ما نمشيش نسرط الهضره. وهذه امور اللي هي الا جينا نشوفوا منطقيه طبعا، حتى بدون كمامات وقائيه لا بد ملي نكون كنتواصل مع الشخص اللي معايا نعطي وقت لهذيك التواصل، نعطي شوف فيه قدام. وهذه باش يعني نلخصوا يعني النصائح، هي انني ملي نكون مع اي شخص نبغي نتكلم معاه خصني نعطي قيمه لهذاك التواصل اللي غادي نتكلم معاه. فاذا خصني نكون منتبه للعين ديالو كيفاش كيشوف فيه وكيفاش كنشوف فيه، ندوز الميساج مقاد باش يسمعني، نتكلم ببطء ونخرج مخارف الحروف ببطء. كنشير هنا للناس الكبار خصنا نديروا معاهم مجهود اكثر، الاطفال حتى هما نديروا معاهم مجهود اكثر، لان الاطفال دائما كيتسناو تقاسيم الوجه. فاذا نرد البال لتقاسيم الوجه ديالي ونحركهم بواحد الشكل اللي هو معين باش يبان ليه كيفاش بغيت نغوب، باش نضحك، ندير بعض الحركات بيديا
هي ندير بحال هكذا او ندير بحال هكذا، كاين امور اللي خصنا نبداو نديروهم اكثر باش يكون التواصل ديالنا واضح. وإلا شفتوا معايا حتى بدون كمامات، يا ريت من بعد ان شاء الله من يرفع لينا ربي هذا الوباء باذن الله ونقدروا نتحكموا يعني نحيدوا الكمامات ديالنا، نستمروا على هذه الطريقه ديال التواصل ان شاء الله ان شاء الله. غير المهم هي اننا ما نظنوش بان بالكمامه راه كل التعابير ديالنا مغطيه، بالعكس نركزوا على العينين، فردوا بالكم التعابير ديال العينين ديالكم. شكرا لك دكتوره لبنى بوحولي، انا عرفتي بالكمامه لقيت راسي بغيت نديرها بزاف. دونك نمشيو اللحظه لفقره حميه والدكتوره ماريا بن جلون، خليكم معنا. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدين مشاهدات. اليوم وجدت لكم بعد الوصفات ديال لي بيكنيك في البحر ولا في الغابة. تنعرفوا لي بيكنيك دائما تنعملوا دي ساندويش، من الأحسن إلا غادي تعملوا دي ساندويش ما ديروش الطون ولا الحاجة اللي جاية من يعني البحر، الطون ولا لي كروفات ولا السرديل. حاولت نوجد لكم بعض المعلومات وكل مرة غادي نعطيكم بتيت أستوس. غنبدأ بالمقبلات. المقبلات شنو تنديروا؟ تناخذوا شوية ديال الدجاج ها هو مشوي، وتناخذ الخس، وتناخذ شويه ديال الحمص ها هو مسلوق مع شويه ديال الكمون. وشنو هو لاستوس ديال هذه؟ ملي تنعملوا البيكنيك خص الصلصه ما تكونش جاريه، خصها تكون قاصحه هكذا، تكون قاصحه باش ملي الواحد يجي ياكل ما تبداش ديكولين با، ما تبداش تطيح منه. دونك هذه الصلصه شنو فيها؟ شويه ديال العسل، شويه ديال الموتار، كاس ديال اليوغورت، ملح والابزار، ما فيهاش الزيت نهائيا. دونك هذه تتاكلوها، والخضر والفواكه من الاحسن الفواكه والخضر يبقاو صحاح. بحال دابا هذه لا طوماط هكذا، كون قطعتها تطلق الماء. دونك البيكنيك نحاولوا ناخذوا الماكولات اللي ما تطلقناش الحاجه ماويه. دونك هذه الوصفه الاولى. الوصفة الثانية تنبغي أنا داك لاصوص ملي تتكون شوية ثقيلة ندير حاجة أخرى. بحال دابا تناخذ البطاطا، هانتوما شفتوا هنا البطاطا سلقتها. علاش اخترت البطاطا؟ حيت البطاطا ملي تتسلق تنعملوا شوية ديال الملحة وشوية الكمون وشوية زيت العود، تتشرب هي داك الزيت. إذا ملي تنديوها ما تتكونش مزيتة، وتنقدمو نقدموها هكذا. هانتوما شوية ديال البطاطا، درت شوية ديال الفخوماج ميمولات ما بغيتوش بلاش، درت شوية ديال لي كابخ والزيتون باش تعطيو هذاك لو كو صالي. وهاد البصله الناس تيخافوا من البصله في البيكنيك. البصله باش ما ديش الريحه وتكون تتهضم مزيان، غتقطعوها دواور دواور وديروها في الماء متلج مالح واحد نص ساعه، حيدوها قطروها ومسحوها وديروها هنا. دونك تتهضم دغيا ما تديش الريحه وتجي. دونك هادو كلهم وصفات ديال لي بيكنيك، ونقدروا الاحسن نعملوا ماكولات نقدروا ناكلوا بيدينا هكذا. الوغ وصفة أخرى بالخضار طيبين، تنقول لكم الأحسن ما تاخذوش خضار خضرين، يعني داك لي سلاد خليهم تكونوا في الدار. الخضار طيبين هذا أن كيك، غير بغيت نوريه لكم أن كيك باش مصوب، مصوب بشوية ديال الخضرة. ألوغ هذا الكيك كله فيه غير ربعة المعالق كبار ديال الطحين، فيه 8 ديال البيضات، فيه نص كيلو ديال الخضرة ما بين جلبانة خيزو لوبيا اللي عندكم، وزدت حيت هذا وقت الكرموس جيت تفقل منه شوية ديال الكرموس تعطينا داك لوكو شوية سالي. دونك هادشي كله تنقدروا ناخذوا بيدينا وتيجينا ساهل في البيكنيك. وجبة أخرى بشوية ديال اللحم، شنو خديت؟ تناخذ الكفتة، تنخلط معها شوية ديال الخبز محمر ومحكوك شابولور، وتنسلق جوج ثلاثة البيضات، والكفتة تندير فيها العطرية كلها، وتندير فيها شوية ديال الحليب ولا شوية ديال القشطة الطرية ما فيهاش مادة دسمة، يعني قليلة مادة دسمة، وتندير في قلب منها ذاك البيض مسلوق، وتنعمل بحال أن بودان، وتنطيبو في بابي، تنعمل ذاك البابي سيلوفان، وتنخليها طيب ربع ساعة. ولكن خصها تكون واحد ربعة سوايع في الثلاجة. الوغ هانتوما شفتوا هذا سي ان بتي كفيته بشويه ديال البيض. وباش تنرافقوها تناخذوا، الوغ من الاحسن ما ديروش البيتزا اللي فيها مطيشه اللي في هذاك لي صوص اللي تنقول لكم دائما تتبدا يعني ال ديكولين، تناخذوا هكذا. تناخذوا هذا خبيز، دابا نوريكم كيف صوتوا، بشويه ديال الخرطال وشويه ديال طحين عادي، ودرت فيه شويه ديال الفرماج بيض، دخلته للفران، وتنقدروا ناكلوا هكذا. تيجينا ساندويش صحي ما تيوسخناش، وتيجي لذيذ ان شاء الله. الخضر، الخضر هانتوما شفتوا الخضر مشويه، دونك تنقبطوها بيدينا بلا ما تنسخوا، وتنقدروا ناكلوها هكذا. دونك هاد الخضر تيقدروا يرافقوا كلشي. الوغ كيف قلت لكم من الاحسن ما نعملوش لي بيتزا، ولكن شنو درت لكم؟ درت لكم دي كيش. علاش درت هاد لي كيش؟ غنعطيكم مثال. هاد لا كيش باش مصوبه، مصوبه بشويه ديال الطحين عادي، بشويه ديال الخرطال، ومصوبه بالدجاج
الدجاج طيب في الفران، لي شامبينيون خضر قطعهم طرف طرف، وما فيهاش نهائيا الفروماج. هذه شنو فيها؟ فيها هاد الجوج فيهم بيضه كلها، وتنعملوها في الفران واحد نص ساعه، تجي مزيانه تتكال بارده، ويعني صحيه، ما فيهاش ماده دسمه، ما فيهاش داك الفروماج اللي فيه طاقه بالاكثر. لاباط اللي درت، الوغ هاد نفس لاباط اللي درت، هادي درتها بشويه ديال الفروماج، نفس لاباط بالخرطال والطحين، تنقدر ندير شويه ديال الجنجلان وشويه ديال الزعتر، هذا تيكون يابس وتنقدروا ناكلوه، حتى حاجه ما تطيح زعما واخا نكون جالسين، ويدينا ما تيتوسخوش بزاف، دونك هذا شويه ديال الزعتر وشويه ديال الجنجلان، هذا كفيته هكذا يابسه، اما ناخذوا من هذه اما كفيته يابسه هكذا، دونك وشفتوا بان هادو يعني ما تيوسخوناش، وتنقدروا بوغ ان بيكنيك تيجيو لذاد وصحيين. الخبز باش الواحد تيبدل الخبز وباش ما تيبس، خديت اون بغيوش ولكن ما درتش فيها سكر، ما درتش الماء وما درتش السكر، طحين طحين عادي، درت فيه شويه ديال الحليب، درت فيه بيضه وحده، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره، خليته حتى خمر، وعاد فوق منه بحال دابا هذا درته بشويه ديال الزيتون، ها انتم بحال ان بان بغيوشي رطب وما تيتفرتش، ما تيتجلودش، حيت بعض المرات الخبز تيبدا الا بقى النهار كله تيتجلود، وهاد طريقه الخبز نقدروا ناكلو هكذا، نقدروا نديروا فوق منه مطيشه اللي بغينا نقدروا نديروا خضيره هكذا فوق منها وناكلو، يعني في البيكنيك الواحد تيحاول يعمل الحوايج لذاذ وتيكونوا ساهلين في الماكله. دونك هذا ان بان بغيوشي ولكن ما فيش لا يدام لا سكر. غادي نكمل لكم بلو دو كور ان شاء الله. شنو هو لو دو كور؟ انتم تتشوفوا هذا سي ان بوتي باتي باش مصوب، هادشي كله ساهل، وتنصوبوه الليله قبل باش يجينا ساهل. تناخذ تنفرش شويه ديال الفلفله مشويه، اي نوع ديال الفلفله، تنعمل فوق منها شويه، هنا درت شويه الدجاج، تقدروا ديروا شويه ديال اللحم طيب مشوي او شويه ديال الحوت ولا اللي بغينا، تنعملوا واحد جوج ولا ثلاثه الانواع الفرماج بيض، تنخلطوا بشويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر، بشويه ديال الكمون، وتنعملوا دي كوش سوكسيسيف، اون كوش ديال الفلفله، اون كوش ديال اللحم ولا الدجاج ولا الحوت، اون كوش ديال الفرماج، وتنعاودوا وتنكملوا بون كوش دو ديال الفلفله. ها هو سي ان بيتي باتي تيجي هكذا. وهذا معايا اش نقدموه؟ الوغ حاجه اللي سهله سهله وتجي لذيذه بزاف عاد، تناخذوا اما الكينوا، اما الفول، اما الخبز اللي عندنا يابس اللي كان، تنخلطوا بشويه ديال الربيع، شويه ديال الثومه اللي عندنا، وتنفزكوا بشويه ديال الحليب باش تنقدروا نجمعوه بحال كويرات، تنعملوه غير في لاشابولور، ولكن ديالاش لاشابولور، تندير شويه ديال لاشابولور في الخرطال، تنطيبوه في الفران هكذا، وتنقدروا ناكلو مع هاد لابوتيت موس اللي درنا. هادشي ما تيوسخناش، تيجي لذيذ، وتنقدروا ناكلو هكذا بارد، تنديوه معنا. هذا تنقدروا نسميوه بحال الفلافل، ولكن فلافل على طريقه مغربيه. تتمنى بان هالوصفات عجبتكم، وتنقول لكم الصحه والسلامه. شكرا لك للا ماريا بن جلون، افكار جميله في حقيقه البيكنيك، لما لا نديوهم ونبدلو شي شويه على المعتاد. اللحظه غادي نمشيو من حميه الباتيسري، يعني لي دو اكستريم، غادي نمشيو عند هند يساوي فقره لا باتيسري او حلويات، لنشاهد. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدينا. اليوم كنقترح عليكم كيكة بالتمر والقرقع. كنا كنعرفوا الفوائد ديال التمر والقرقع بالنسبة للجسم، فالتمر كيحتوي على فيتامينات، على الحديد، على البروتيين، وبزاف ديال المنافع فيه للجسم ديالنا، كذلك كيقوي المناعة ديالنا وكيقوي العظام. وما نساوش أن القرقع مفيد كذلك للجسم، وكيحمينا من بزاف ديال الأمراض، ولهذا السبب علاش درت لكم اليوم الكيكة، اللي هي كيكة غنية جدا جدا جدا، وكتجي لذيذة، كتجي معلكه، والاهم من هذا الشيء كامل هو انها كتقدم في دقائق او كتحضر في دقائق وبمقادير جد بسيطه. ندوزو باش تشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 4 البيضات، غادي نحتاجوا 140 غرام ديال السنيده، 80 غرام ديال الطحين، 140 غرام ديال الزيت، 100 غرام ديال القرقع منقي، وغنحتاجوا 100 غرام ديال التمر اللي كيكون معلك، هذاك التمر المعسل اللي كنعرفوه كاين عندنا موجود في الاسواق الحمد لله المغربيه. بالنسبه للخمارات غنحتاجوا جوج خمارات، غنحتاجوا القرفه، شويه قبيصه القرفه، قبيصه الملح، وغنحتاجوا الفاني بنكهه الزهر، كنعرفوا ان الزهر كيتواتى بزاف مع التمر والقرقع. ندوزوا باش نحضروا الكيك ديالنا. اول حاجه غادي نطربوا 4 البيضات ديالنا، هنا نقدوا نستعملوا الطراب الكهربائي الى عندنا اولا الفوي بليد، كنزيدوا السكر سنيده، وغادي نزيدوا النكهه ديال الزهر ديالنا اولا الفاني بنكهه الزهر. غادي نطربوا الخليط حتى كيبيض تقريبا واحد الدقيقه وحنا كنطربوا،
هنا بعد ما طرب الخليط ديالنا وبيض لنا الخليط ديال البيض والسنيده والنكهه ديال الزهر، فكندوزو كنزيدو المقادير كلها مع بعضياتها، يعني القرقع اللي منقي، تمر، طبعا التمر كنكونوا مسحناه وحيدنا ليه العلفه ديالو، بالنسبه للناس اللي عندهم التمر شويه قاصح فيفوروه، يمسحوه بالزهر ويفوروه. الوغ هنا قلنا 100 غرام ديال التمر و100 غرام ديال القرقع، غادي نزيدو الطحين. يعني كيف ما كتشوفوا المقادير كلها كنزيدوها في دقه. غنزيدو 140 غرام ديال الزيت، هنا غنزيد قبيصه ديال القرفه، القرفه كتواتى بزاف مع التمر وكتعطينا واحد اللون زوين للكيك ديالنا، شويه الملح، ودائما هنا كنزيدو الملح في اي طبق ديالنا باش كيخرج لينا هذاك اللذه ديال الطبق. وهنا غنزيدو جوج خمارات. هنا زدنا المقادير كاملين، كنعاودو نطربوهم بيدينا اولا بالخلاط اولا بالاله اللي عندنا مده دقيقه عاوتاني. هنا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاله فاحنا غنستعملوا الخلاط الكهربائي اولا يدينا، كنحاولوا نقصصوا شويه التمر ديالنا والقرقع حتى كيرقاق، عاد كنزيدوه على الخليط ديالنا. بعد ما تخلط كل شيء كناخذوا واحد لومول اللي كندهنوه بالزبده وبشويه ديال الطحين، اولا كنديروا البابي سلفوريزي وكنفرغوا هذاك الخليط كامل. هنا كنشموا ريحه الزهر وريحه التمر وريحه القرقاع خارجين من الخليط، فهذا يعني ان الخليط ما شاء الله غيجينا لذيذ بزاف، منسم بنكهه مغربيه. بعد ما كبينا الخليط ديالنا كنحاولوا نضربوا شويه باش كنخرجوا الهواء اللي فيه، كندخلوه للفران اللي كيكون سخون على 180 درجه تقريبا 30 حتى ل 35 دقيقه، وكنخرجوا الكيك ديالنا. غتبقاو معنا باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بالتمر والقرقع ديالنا، كيف ما كتشوفوا زوقناه بشويه ديال القرقع وبكويرات ديال التمر اللي طحناهم مع شويه ديال الزهر، شويه المسكه حره وشويه ديال القرقع، وغطيناهم اولا زوقناهم بالقرقع اللي حتى هو صوبناه بواحد شويه ساتيون اللي كنخلطوه مع نقيطه ديال الكول اليمونتيغ، اولا الا ما عندناش الكول اليمونتيغ كنستعملوا غير الزيت العاديه، وكنذوقوا كيف ما كتشوفوا لي كاب كيك اولا لي كيك ديالنا. هادو درتهم على شكل دي بوتي كاب كيك باش نخرجوهم هكا في الصيف لوليداتنا اولا لحبابنا، وكنقول لكم بالصحه والراحه. ليلى شويلما غادي نستقبلوا ضيف جديد اول مره تنضم. صباحيه دزاميه. اول مره. صباح النور سميره. صباح الخير. صباح الخير عليكم مشاهدينا. اذا كيف ما قلتي اول مره ظهور ليه على صباحيه دزام، وحنا سعداء جدا باستضافته لان تبارك الله ما شاء الله نزل عدد من الاعمال وادى عدد من الاعمال المغربيه والعربيه والطربيه هكا في عدد من المواقع، شفناه الناس متبعينه بزاف، فمرحبا بك جمال زياتي في صباحيه دزام، حنا سعداء باستضافتك. شكرا لك، انا جد سعيد بحضوري معك في البرنامج، وان شاء الله تدوز الحلقه في ظريفه ان شاء الله. مرحبا بك جمال زياتي. انا عرفت كان اول ظهور لها سميره كان هذه ملي كانت عندها 10 سنين، كان في شي برنامج تلفزيوني بالقناه الثانيه ديال الاطفال، ما عرفتش اين انا بحثت ما عرفتش اين برنامج كان. ما عرفتش وداك الشيء هو السؤال. المهم كان اول ظهور لي كانت عندك 10 سنين على القناه الثانيه، ومن بعد هكا بديتي بدات المسيره والانطلاقه الفنيه ديالك، فاي برنامج كان وكيفاش كان هذا الظهور لك الاول؟ صراحه كان في واحد البرنامج ديال الاطفال اللي كان تيدوز من لحد لحد، وكنا في واحد المجموعه وادينا واحد المقطع ديال بيتهوفن السيمفونيه التاسعه ديالو، وصافي ومن تما كاين بدات المسيره. اذا عرفنا هكا بنفسك، انا عرفت بان تبارك الله عندك متتبعين كثار، مؤخرا عملتي اغنيه اللي هكا مجموعه ديال الناس اللي اداوها بالاصوات ديالهم ونزلوها على المواقع التواصل. فقبل ما نوصلوا لهذا الشيء، شكون هو جمال زياتي؟ كيفاش بدا؟ واش قريتي الموسيقى ودخلتي المعهد صقلتي الموهبه ديالك ولا لا؟ جمال زياتي بدا الموسيقى منذ الصغر في دور الشباب، من تما كاين اللي كانت البدايه. صافي من تما كاين لقيت الميول ديالي في الدار البيضاء. الدار البيضاء لقيت من تما كاين بان الميول ديالي هو الفن. صافي وانا نتبع المسار هذا صافي، وسقلته بالدراسه فاش بقيت في المعهد الموسيقي اللي كاين عندنا في الاتجاه ديال الولفه. صافي من تما كاين بدات المسيره ديالي. دخلتي تقلتي الموهبه ديالك، درتي العزف، درتي الغناء، درتي درت الغناء
ومن تما كيبدات المسيره ديالي. الوغ انا قريت بانك تبارك الله كتأدي الوان متعدده منها الطربي المغربي لعمالقه الفن المغربي كعبد الفنان سي عبد الهادي بالخياط محمود الادريسي محمد الحياني، وكذلك كتأدي الشرقي للفنانه تبارك الله ام كلثوم عبد الحليم وكذلك حتى الشكوري ياك ولا لا؟ كيفاش تعلمتي هذا الشيء كله؟ كيفاش شنو هي الميولات الموسيقيه اللي كانت عندك باش قدرتي تجمع هذا الشيء كله؟ الفنان فاش يبغي يدخل لواحد المجال خصو يكون عنده إلمام بجميع المواضيع، يعني خصك تكون كومبيتون في كل شيء، يعني حقاش الجمهور ما عندوش غير فن واحد، مثلا غتكون في واحد الحفل ما يطلبش منك مثلا غتغني غير واحد اللون، ضروري انك يكون عندك بزاف الالوان. دونك كان لابد عليك تعلم يعني كل شيء. كان لابد عليك انك تعلم بزاف الالوان ومن جهه اخرى انه تيزيد لك في يعني تزيد في واحد المسار مزيان. شكون اللي كان سند ليك هكا في الوسط الفني؟ كاينين بزاف ديال الفنانين اللي ساعدوني وما بغيتش نذكر صراحه كلشي باش ما نسحب. الاعمال ديالك اللي نزلتي كلها كانت هكا من التراث شبابيه، شنو كان يعني اللون ديالها؟ قربنا منها. انا الهدف ديالي في الموسيقى انني تكون عندي الكلمات الحديثه ويكون واحد اللحن اللي يقدر يتصنت ليه كلشي، هذا هو المسار اللي غادي به وفي جميع الالوان اللي تنغنيهم. الوغ نزلتي انا غير درويش ياك، هذه كانت من الكلمات ديالك وهي لالا. الاغنيه اللي شفتها بزاف مؤخرا كانت ارى البابا جواد اللي غزلتها هي هكا بريتم شبابي زوين. ودابا غادي تنزل اغنيه اخرى اللي هي ذكريات ياك ولا لا؟ قبل ما نهضروا عليها الا بغينا نسمعوا شي حاجه بصوتك جمال، شنو ممكن لك تقترح علينا ولكل مشاهدي صباحيات؟ نغني مغربي يلا شي حاجه مغربيه على حقها وطريقه ياك سميره محتاجين. الله 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 يا ذاك الانسان يا ذاك الانسان على زين فيك الهمه والشان نخوه واتهان حالك مواتيك وعليا الله يهديك يا ذاك الانسان. تبارك الله عليك جميلة. جميلة. نعم. تبارك الله عليك. انت كتأديها مازال كتأدي اعمال هكا يا طربية في الحفلات؟ في الحفلات وفي السهرات اللي كانت عندي الاخيرة جمهور تيطلب تكون مثلا طالع بواحد البروغرام وجمهور تيطلب منك واحد الاغنية اللي تغنيها ضروري ما خصكش تغنيها له. اذا ترضي الاذواق كاملة بصح. اذا هما ما جاوش ما كاين غير حبا فيك وحبا في اكيد في اكيد والله يكثر من هذه المحبة ديال الناس ليكم ويتعاونوا هكا معكم باش ان شاء الله تعملوا اعمال كثيرة وزوينة واللي ترضي كل الاذواق ان شاء الله. نشاهدوا مع كل المشاهدين عمل من الاعمال ديالك ياك ولا لا؟ شنو تقترح علينا؟ نقترح عليكم الكليب الاخير اللي حصريا غينزل اول نهار غيدوز في برنامج صباحيه الدوزام اللي هي اغنيه ذكريات من كلمات والحان سعد فاضل ومن توزيع البشير الكحلي. هذه صورتيها فيديو كليب لان مازال ما شفتهاش انا بعدا. درتها سو فورم دو سيلفي. مزيان سي تخي بيان. دونك نشاهدوها ونرجع لكم للحوار ديالنا مع جمال زياتي. حبي ليك يا نوع ما كانش لحظه كل اختاري نتفاق وبلا سبه نصيب فرص جات من عندك يا قلي على الغلطه يا حبي ليك يا نوع ما كانش لحظه كل اختاري نتفاق وبلا سبه نصيب فرص جات من عندك يا قلي على الغلطه. تبارك الله عليك جمال زياتي، عارفه بان مواقع التواصل الاجتماعي ولا عندها واحد الدور كبير هكا في الحياه ديال الفنان وفي النجاح ديالو. انت فاش معاونك مواقع التواصل الاجتماعي؟ واش يعني انت منخرط فيها بزاف ولا لا؟ بكل صراحه انا منخرط في مواقع التواصل الاجتماعي علاش تلعب لك واحد الدور كبير انها تتقربك من الجمهور وتيشوفك يعني كيفاش تقضي حياتك اليوميه، كيفاش ذاك الفنان جمال زياتي كيدير، يعني تتقاسم معك الاغاني وحياتك ديالك. انت عندك قناه ديالك ديال اليوتيوب؟ وي عندي قناه ديال اليوتيوب اللي تنحط فيها جميع الاعمال ديالي والسهر اللي تندوز. ان شاء الله. اذا بعد ذكريات شنو كاين من سهرات هذا العام؟ كاين حفلات؟ كاين ان شاء الله كاين شي حاجه ان شاء الله غتكون في اخر هذا العام ان شاء الله ان شاء الله بروغرام ديال واحد الحفلات وسهرات ان شاء الله ومن وراها غينزلوا اعمال جديده من وراء اغنيه ذكريات.
شكرا لك جمال زياتي لانك حضرتي معنا اليوم وتعرفنا عليك هكايا، وان شاء الله نتمنوا لك مسيره موفقه ترجع لنا هكا باعمال طربيه تكون مغربيه تلقى واحد النجاح كبير لا في المغرب ولا خارج ارض الوطن. شكرا لكم انتم كذلك الاستضافه ديالي في هذا البرنامج. مرحبا. وانا جد سعيد بوجودي معكم وان شاء الله. وصراحه انا من المعجبين ديال هذا البرنامج هذا ومن العائله ديال الناس المتتبعين ديال البرنامج ديالكم. تحيه لكل المتتبعين والاوفياء ديال البرنامج صباحيات دوزام اللي على فكره هذا العام ان شاء الله غادي يدخل في الموسم العاشر ديالو ان شاء الله. يس ان شاء الله. مشاهدينا سفيت سميره اتونسيون حنا غادي نشوفوا حنا غنشوفوا غير بقاو معنا. اذا الغدا ان شاء الله مشاهدينا نتلاقاو على خير ان شاء الله. غادي تكون معنا فقره الصحيه الدكتوره ليلى بشرى، غادي نتكلموا على الحكه الجلديه والاسباب ديالها. غادي تشوفوا معنا بان كاين اسباب مختلفه ومتعدده. غادي نتكلموا كذلك او غادي تكون معنا فقره اللباس التقليدي مصممه روعه. غادي تفاجئنا بواحد عرض تشكيلي عرض فني او تقليدي تقليدي عصري سميتها مريم بوميزيل، اصول امازيغيه ولكن هي ساكنه في الدار البيضاء. الكل والمزيد صباحيه دزام، كونوا معنا، نهاركم مبروك، الى اللقاء.